مقال لمحمد عنزي قبل يومين يقول النصر ما راح يخسر، بس جاء الفيصلي خذ عليه 3 نقاط، والنصر بنجومه كامل مو عارف ايش يسوي في الملعب. ألف مبروك الفوز الفيصلي، مستوى نتيجة. أما النصر فبحاجة إلى مدرب يعرف كيف يقود الفريق فنيا، حيث أن الفريق لديه عدة نجوم ولكن المدرب مفلس، وأيضا بحاجة إلى حارس مرمى متمكن حتى يستعيد مستواه بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله للنصر المباريات القادمة. السلام عليكم، ألف مبروك انتصار الفيصلي. وأعتقد أنه خسارة النصر سببها مش مدرب ولا لاعبين في التشكيلة، ولكن سببها اللاعب عبد الرزاق حمد الله. رأيك يا محمد العنزي؟ السلام عليكم ابو بدر، ايش رايك تقول المجد فهمي يجي يشجع الهلال ويوسع صدره بهالويكند بدل ما هو يعني الله يعينه صراحه. واجد مشكل، واجد مشكل. محمد العنزي.